انا قلت بقى تتشغل علينا وتنسينا. اتفضلي الشاي. انساكوا ازاي يا ريمون؟ ده انا جايه لك انت مخصوص. خير يا دكتوره، في حاجه ولا ايه؟ فاكر يا ريمون اول ما جيت لي هنا عشان تشتغل معايا؟ الا فاكر، دي حاجه تتنسي. ساعتها سالتك تحب تنزل كم مره اجازه في الاسبوع؟ قلت لها مش عايزه انزل خالص، عايز افضل قاعد هنا في المزرعه. ساعتها اجرت لك الاوضه اللي جنبي هنا. وجمالك فوق دماغي. اياميها كنت بسالك على الفيش والتشبيه بتاعك، كنت دايما بتتهرب مني. عرفت ان انت دخلت السجن في قضيه قتل. قتل خطا، خدت جزائي. عارفه، عشان كده عمري في حياتي ما فتحت معاك الموضوع ده. بس انا دلوقتي محتاجه اعرف مين معايا ومين عليا. انا رقبت ليك يا دكتوره. ما تتسرعش يا ريمون، لان اللي هطلبه منك دلوقتي ممكن يرجعك السجن تاني.